أنا اسمي نعيم، جينا نازحين من الرقة بسبب القصف وظلم داعش. جينا عن طريق مهربية يأخذون على كل شخص 50 ونوبة يأخذون 80 حسب الشخص وشنو هو. جينا على مخيم عين عيسى والحمد لله أوضاعنا تمام وش على بالنا مكيفين الحمد لله. المرتد، الكفرة اللي ما هاي هذا حكيهم وهاي لقتهم وهاي شطارتهم عن النسوان وعلى الزلم، قضبيلها كالزلم كلها شي قصاص وشي اعدام وشي، شو سووا داعش؟ سووا شنو؟ ما سووا للعالم شيء، ياما يتمم اطفال رمّلوا من النسوان، ذبحوا العالم، ما خلوا علينا شيء بالمرة. خربوا بيوتنا، ايش خلوا على العالم؟ ما خلوا علينا شيء ولا بالمرة، ما خلوا شيء خالص بالمرة. مسلم يذبح مسلم، مسلم يقتل مسلم، وين هاي صارت؟ العالم كلها قامت تطفش من عندهم تخافوا من الموت، شنو صار هم؟ من يقول بازلم فورا قصاص فورا اعدام فورا قبل كل شيء قبل كل يا نصيري مرتد كافر، وهم اكبر الكفار هم كل التوانسه وشيشاني وجايين من بلاد الكفر، هم من بلاد الكفر وبدهم هنا يربون العالم على الاسلام ويعلمون العالم على الاسلام. هين كلها اسلام، احنا اسلام يعني مو اسلام؟ مسلم يقتل مسلم، وين هم اسلام يعني؟ مسلم يقتل مسلم، اطفال طفل عمره 7 سنين شايلينه بالبطانيه راس لحاله، قال والله كافر، عمره 7 سنين طفل، احنا بالرقه بالبطانيه شايلينه راس لحاله ولشته لحال، طفل عمره 7 سنين ينقص قصاص، كفر يكفر، هذا وين 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 القصاص؟ وين وين الاعدام؟ طفل عمره 7 سنين، طفل عمره 12 سنه كافر يكفر، مشان ايش هالشيء هذا؟ مشان ايش؟ وين هاي الاسلام هاي؟ وين العرب؟ وين الناس؟